جلالة الملك. فلناش كل جلالة الملك ملكنا الحبيب يرجعنا لبلادنا يوقف معانا. ما تخلاش علينا سيدنا، ما تخلاش علينا، ما تخلاش علينا، ما تخليناش في يد الحكومة والبرلمان. وقف معانا ملكنا الحبيب، وقف معانا بغينا نجي. عاش الملك. أنا مريضة، عندي كونسير وعندي موعد مع الطبيب الشهر. على كل 6 شهور كندير التحاليل وكندير الكونترول. انا بغيت نرجع للبلاد ديالي. الله يعطيكم السته، شوفوا الحل ديالنا. حاصله لا دواء المغرب ولا الدواء ديال هنايا، وراكم عارفين التكاليف ديال الدواء اللي هنايا. ودابا كناشد وزير الخارجيه الله يرحم الوالدين، وكناشد صاحب الجلاله يشوف من حالنا كما شاف من حال ديال العالقين. من حقي بغيت نرجع لبلادي، انا ما بغيتش نبقى هنا. انا نطمنكم يجيكم بخير. الا ما ديروا لكم راه سالت لينا الفيزا، وراه ما عندنا ما نبقاو نديروا هنا، بغينا نمشيو لبلادنا. الله يجازيكم ديروا لينا السياحه. انا ما تنعرف حتى حد، غير ما انا مسرف في زناقي. كنا كنا تخلوا شي ناس تعرفهم من بعيد، كنا كنا لا اله الا الله ربي اللي مطالع. ولكن ملي بقاو نسمعوا ان الطيارات غاديين وحنا يقولوا لنا ما عندنا حتى شي خبر، هذا شويه واحد شيء غامض. حنا بغينا حتى شي حاجه، يقول لنا كيف وقاش غتكون الطياره. انا الوالده ديالي عاقه في نيويورك، الحاله متازمه معاها بزاف، عندها الحق ترجع للبلاد المغرب تشوف الحال. كنطالبوا الرجوع الى الوطن، وكنتمنوا ان شاء الله صاحب الجلاله الله ينصره ويسمع الصوت ديالنا. وعندي السكر، سال لي الدواء، جاء راجل تبغى مريض جا معايا، بغى يدير عمليه، عنده عمليه على عينه. والله يجازيكم بخير ديروا لينا حل، حنا باغيين نمشيو لبلادنا، ما باغيين حتى شي حاجه، باغيين بلادنا، حنا مغاربه نرجعوا لبلادنا. وزاره الداخليه من جلاله الملك محمد السادس القيام بخطوه من اجل ارجاع المواطنين المغاربه الذين حبسوا هنا في الولايات المتحده جراء هذا البيان. الله يرحم لكم الوالدين اللي ما داروا معنا شي حل. دابا القنصليه تنعيطوا عليها، ما كتجاوبنا حتى بحاجه، ما كتجاوبناش كاع حتى بشي حاجه. الله يرحم والديكم اللي ما داروا معنا شي حل. راه خاصنا نرجعونا لبلادنا ولا يسهر سيدنا. هذا نداء مغاربه محرومين من العوده الى الوطن لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. احنا عالقين في الولايات المتحده الامريكيه، زادينا وكبرنا في بلادنا، شحال منا عطاه لبلادو. كاين اللي خدم على بلادو سنين وسنين، وكاين اللي مشى يقرا باش يرجع ويفيد بلادو. بلادنا في قلبنا، مغربنا طال الجدر. احنا دابا تقريبا 2001، كاين ناس الكبار، كاين ناس المرض بزاف، وكاين طلبه اللي جاو في تبادل مع المغرب واخوين، وكاين حتى لي توريست. انا في عمري 75 عام، مريضه بالسرطان، وما عندي هنا لا طبيب ولا دواء. تيخصنا ديروا لنا شي حل ونرجعوا لبلادنا باش نداوو. واش غنبقاو مرميين هنا؟ ديت على شهرين، دابا انا دخلت في 6 شهور لا حصل لا اخبار. كندوي مع السفاره تيقول لك يكون خير يكون خير يكون خير، ولحد الساعه ما كاينه حتى شي حاجه. بزاف منا بقينا بلا فلوس دابا وعينا من هذا الوضع. اكثر من 120 يوم وحنا واحدين بلا اخبار وحتى جواب. انا كنعيش صاحب الجلاله يشوف هاد الحاله اللي حنا وسطنا ديالها. انا كنطلبوا غير بحقوق ديالنا اللي هي نرجعوا لبلادنا، توحشنا والدينا وعائلتنا. رساله للملك محمد السادس نصره الله، حنا غنوجهوا الرساله ديالنا لاي شخص، لان فقدنا الامل، فقدنا الثقه في رئيس الوزراء، في وزير الخارجيه، فقدنا الثقه في كل شيء، في القنصليه. بغينا نرجعوا لولادنا، بغينا نرجعوا لديورنا، الخدمه غتمشي لنا، ووليداتنا ضاعوا في المغرب. وكل مره فينا بلاصه، كل مره هنا مره. حنا انت غير بلادنا تشوف من حال هاد الناس هادو اللي عالقين هنا في الولايات المتحده، تشوف من حالهم ترجعهم لبلادهم. ناس كبار في العمر، ناس جاو ستودنتس هنايا، ناس جاو غير ناس كلشي، كل واحد عنده السبب ديالو علاش جا لهنايا. ميتا وما عندهم الحق في العوده للوطن، ديروا اليوم لازم رجعوهم لبلادهم باش يرتاحوا نفسيا ويرتاحوا عائلاتهم. الله يجازيكم. الجلالة نصر الله يشوف من حالنا، راه عانينا بزاف والله، حتى ما قديناش نصبروا، راه بزاف بزاف صبرنا وخلينا وليداتنا. حنا مغاربة محرومين من الرجوع للوطن. حنا المغاربة محرومين من الرجوع للوطن. حنا المغاربة محرومين من العودة لبلادنا. حنا المغاربة محرومين من الرجوع للوطن. أنا مغربية محرومة من الرجوع إلى الوطن. كون محرومين من العودة للوطن. حنا مغاربة
محرومين من العودة لبلادنا. إحنا مغاربة محرومين من العودة إلى الوطن. إحنا مغاربة محرومين من العودة إلى الوطن. إحنا مغاربة محرومين من العودة إلى الوطن. إحنا مغاربة محرومين من العودة لبلادنا. إحنا مغاربة محرومين من الوطن ديالنا. إحنا مغاربة محرومين من العودة إلى الوطن.